طبعا يعني كتعليق سريع فيما يتعلق بفعاليات المؤتمر، أنا صراحة أرى أنه يعني هي مناسبة أخرى تضاف إلى الكثير من المناسبات التي يقوم عليها المركز فيما يتعلق بإدارة الحوار في مواضيع مختلفة أو جوانب مختلفة تتعلق بمجال الأخلاق ودور الإسلام ربما في تنضيج رؤى حول دور الأخلاق في التشريع الإسلامي لإضفاء يعني ليس فقط نوع من المهنية ولكن التوجيه المبدئي أو الأخلاقي للكثير من المهن أو الكثير من التخصصات العلمية الجارة في حياتنا. طبعا موضوع اليوم هو فيما يتعلق بدور التشريع الإسلامي في توجيه أخلاقيات الإعلام أو المنظومة الإعلامية. هذه محطة جدا مهمة أنا في اعتباري لأنها كانت فرصة لتلاقح الأفكار وتبادل الكثير من الرؤى بين أكاديميين وكذلك علماء في الشريعة ثم بعض المتخصصين أو العاملين في مجال الإعلام. هذه صراحة من الفرص طبعا النادرة اللي تلتقي فيها ثلة من علماء متخصصين في الجانب النظري وكذلك من ممارسين لمهنة الصحافة والإعلام. ولعله يعني احنا الهدف انا في رأيي من مثل هذه الندوات والمؤتمرات ليس هو بالضرورة الخروج بنظرية ولكن إدارة الحوار ومقاربة الأفكار، وثم هذا ما سيفتح المجال لتطوير البعد النظري في 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 في, في المجال نفسه. فأنا أقول أنه المؤتمر حقق أهدافه بامتياز نظرا أنه يعني جمع الكثير من الرؤى واللي ممكن هي في المستقبل سوف يتم تطويرها إلى ما يقارب المساهمة الإسلامية في ترشيد العمل الإعلامي ليس فقط في العالم العربي ولكن المساهمة في ترشيد الإعلام الغربي في العموم.